حاجة واحد إن شاء الله بعد بالخدمة. أمريكا، من أمريكا أو كندا أخونا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حج واحد الله يعطيك العافية. الله يبارك فيك. والأخوة جميعا. الله يبارك فيك. أنا بصراحة متابع لكم من فترة، بس حلقة امبارح ما حضرتها ولا سمعت الكلام اللي بدر من والله تدمي القلب. الحمد لله انه يعني ما اقول الحمد لله انه ما سمعته، يعني وصلوا هؤلاء بحالة، وانا عندي تفسير لهذه القضية، وصلوا الى حالة انه قال محمد بن ابي بكر اللي هو اخو عائشة، قال هذا مش ابن ابو بكر، هذا ابن علي بن ابي طالب عليه السلام، لان علي هو الذي رباه، فمحمد بن ابي بكر هو كذا ابن كذا، ما اريد اقول الكلمه، محمد لان علي رباه، فعلي والده او ابوه، فهو كذا ابن الكذا. بصراحه الاسباب اللي تخلي جزء من اهل السنه تبدر منهم افعال مثل هذا الفعل، انه اهل السنه حقيقه هم محكومين من السلفية والوهابية، فأغلب الفكر السني الحالي الموجود هو يمثل السلفية، لأنهم السلفية لغوا الآخرين وقمعوا كل المختلفين وتصدروا للرأي وحكموا أغلبية السنة بأفكارهم وآرائهم. فدين أهل السنة الحالي اللي أنا من مجتمع سني وكبرت بمجتمع سني، دين أهل السنة هو دين ابن تيمية، وكأنه نبي أهل السنة هو ابن تيمية. للأسف أنا أتكلم حاليا عن القراءة التاريخية، أتكلم عن القراءة التاريخية وجزء من العقائد، بس موضوع أنه الإنسان تصل فيه لمرحلة أنه يتجاوز على الإمام علي. والله يا أخي، والله أنا إذا قاطعك أقسم بالله العظيم، الرسائل اللي جتني وأنا واحد من الناس، يعني من الأمس إلى اليوم قلبي يعتصر وما استطعت أن أستقر ولا استطعت أن أرقد، وشيء مؤلم جدا. يعني هي العملية، أنا أعرف ما سبب هذه العملية، أو دعني أشرح لك سبب هذه العملية بعد إذنك اخواني. سبب العملية انه الان عندما انتشر الانترنت والفضائيات الموالية الشجاعة، بدأت تظهر الحقيقة. فلما بدأت تظهر الحقيقة، فبدأت الناس تعرف مكانة علي بن ابي طالب عليه السلام. يقول لك انا النبي قال تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، وأنا متربي أنه تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وسنتي، وإذا بأجد أنه سنتي كلها كذب ما موجود، والصحيح عترتي. طيب ليش عندما أخرج للجامع وأصلي لا يظهرون لي الحقيقة؟ فبدأت الضغوطات على هؤلاء، فبدأت الضغائن في نفوس القوم تظهر، وهذه الضغائن الآن بدأت الآن عند الأخوة، وبدأوا يشتمون أمير المؤمنين عليه السلام بالعلن. هذا الذي أخذ. إذا سمحت لي حج وعد. تفضل. إذا سمحت لي. هذه المشكلة إحنا واجهناها، وأنا واحد من الناس اللي صار لي سنوات أبحث بكل هذه الفترة التاريخية من قبل وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله، ومن بعد وفاته، والأحداث اللي حصلت. والحقيقة إنه مثل ما تفضلوا الأخوة، ومثل ما قال ذو الفقار بالمغرب، في عندهم جهل بأمور معينة، مثل إنهم كانوا يظنوا إنه الحسن والحسين ماتوا وهم صغار، وأمور مثل هذه. إحنا عندنا نفس المشكلة بموضوع إقصاء الإمام علي، بموضوع تصغير الإمام علي، محاولة تصغيره. فحتى دروسنا
والتعليم اللي والتعليم اللي احنا تلقيناه في اشاءات منها بشكل مباشر ومنها بشكل غير مباشر للإمام علي. فلما بدأنا نقرأ احنا ونبحث احنا وجدنا الحقيقة امر مختلف، والصورة هي عبارة عن يعني بدك تبحث عنها وتجد الحق واضح ظاهر، الا انك لابد انك تجمع هاي الصورة، لانه في نصوص اجتزئت، في نصوص بترت، في بدك تبحث تجد الحق امامك. ولما تجد الحق امامك، الاساس انك ما تكون عنصري ولا تكون تحارب من اجل طائفة او مذهب، الاساس انك اذا وجدت الحق تكف للحق انتصارا لله سبحانه وتعالى، وبذلك انت تبعد قلبك عن المرض. والا اذا وجدت الحق والتففت عليه وطوعت الامور بما يخدم مصلحتك ومصلحة طائفتك ومجموعتك وان كانت الاكبر ولا ان كانت الاصغر، فانت انتصرت لعصبية وعنصرية. وهذا الموضوع وهاي أقدر أعرف اسمك الكريم؟ نعم تقدر تناديني أبو علي. أبو علي الأردني صح؟ نعم. أخونا أبو علي، يعني اللي استغربنا له والأخوة معنا، وما أدري أنت دام تابع، اللي اليوم إحنا الحلقة 67، عندما كلامك الرائع الآن، عندما نجد أن أمرا مشتركا بيننا مثل النبي محمد صلى الله عليه وآله، ففوجئنا على مدى 67 حلقة، 67 حلقة الآن، فوجئنا لما نعرض سيرة النبي النقية وجدنا أننا كأنه حراس مرمى يضربون علينا ونحن الله وكيلك. أتذكر لقطة بفيلم الرسالة لما يضربون الحجارة على النبي، وأعتقد زيد كان فيلم الرسالة مصوري، يصد الحجارة أو ما أعرف من يصد الحجارة عن النبي، فوجد أنا شخصيا أصد الضربات عن النبي. النبي أخطأ، النبي أذنب، النبي حرم، النبي ما أعرف إيش، النبي صلح لعمر، النبي صلح لأبو بكر، النبي مزمار الشيطان، النبي يعني عجيب والله. تفضل. السبب إذا تسمح لي حج وعد، السبب إنه هم يظنون إنهم يدافعوا عن دين الله سبحانه وتعالى أمام، لا تأخذني، أمام فئة ينظروا لها هم بأنهم إذا اعترفوا لهم بالحق انهزموا، فلا بد إنهم يدافعوا بالحق بالباطل، لا بد إنه يدافع. وهذه الكارثة الكبيرة، إنه إنسان يجد الحق ويستقر في قلبه وعقله أن عليا وصي محمد ووليه. يا بلعب ما تعلنها، أنت ما تقولي شنو متشلب، أنت صار أنت سني؟ أنا سني النشأة من بيئة سنية أردنية. ليش ما تعلنها بعد؟ تعلنها الولاء لمحمد والمسيح. أنا أقول لك، أنا أعلنها أمام الله سبحانه وتعالى وأمام خلقه بأني من شيعة الإمام علي. ما احنا نريد نفرح، نريد نفرح، هذا دم قلبنا، نريد نفرح بيه. لا تقول شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أن علي ولي الله، حتى لأنه الوضعية اللي أنت بيها ترى الحق أمامك، أنتم ترون الآن ندافع، والله تعبنا يا أخوان. أنا حج وعد لا أستطيع أن أكذب على نفسي وأجد الحق أمامي وأحيد عنه، التف عليه أو أطوعه لما يخدم مصلحتي ومصلحة جماعتي أو مذهبي أو أيا كان، لأني هكذا انتصرت لعصبية وعنصرية. أما أنا إيمانا أؤمن بعد بحثي لسنوات بأن الإمام علي عليه السلام هو وصي محمد، يا الله، وهو الولي، يا الله، وهو أفضل صحبه، يا الله، وهو سيد العترة. أين الوصية؟ أين الوصية؟ اللهم صل على محمد. أين الوصية؟ حي الله الأردن، يا الله، يا الله، يا الله،
بين الوصية يا الله صلوا على محمد وآل محمد يا الله يا حاج لينا وسمعنا صلوات سمعنا صلوات اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محمد اللهم صل على محمد صل على محمد ابو عاش الان ابو عاش الان الان يختاف ابو عاش الان تشتغل حسيكة ابو عاش قبل ما يتكلم ابو عاش اذا تسمح لي حاج وعد بتفضل اللي مثل اللي مثل الشيخ ابو عائشه وغيره من اللي يسيئ للامام علي بطريقه غير مقدره يعني اللي امبارح نعم خلي كمل اي تفضل اللي امبارح اساء للامام علي بشكل مباشر وشتم الامام علي لا يمس الامام علي وانما اساء لنفسه لكن اللي مثل ابو عائشه بساءاته غير المباشره لما يحاول لما مثل كلمته في له بحلقه من الحلقات لما صار يقول انه الامام علي يتفاخر وايما تفاخر سلوني قبل ان تفقدوني وانا الذي سمتني امي حيدره هذا الذي يتفاخر على الحق لانه اكبر من كذا اكبر من كذا هذا اللي دافع ونافع عن دين محمد كل حياته إلى أن صعدت روحه إلى باريها والله كفر من الأردن الطريقة هاي ما هي يعني شو قلة الوفاء شو قلة الوفاء على الأقل كون وفي اي والله كون وفي لما قدمه أمير المؤمنين سلام الله اسمح لنا شوية منو يتكلم منو يسمح لنا الفرات تفضل مولانا فرات عندي دقيقتين تفضل حجينا الله يساعد قلبك والله يساعد قلبنا على اللي دا نسمعه بس أنا أقول كلمة هذا فرات إخواني هذا مستبصر في القناة اسمعوه ماذا يقول هذا رجل قبل تقريبا شهر أو أكثر ركب سفينة النجاة تفضل خاطبهم أخونا الفرات أنا بس أقول الله يساعد قلب الإمام الحسن والحسين وهم يسمعون سب أمير المؤمنين على منبر جدهم الله يساعد قلب آل البيت وهم يسمعون خلال 83 سنة سب أمير المؤمنين على منابر رسول الله الله يساعد قلب المؤمنين المتشيعين اللي صمدوا 1400 سنة حتى زالت الليالي السوداء الآن بهذا الإعلام المنصف بهذا الإعلام الحر يا أبا عائشة أنت وصفت هذا الزنديق بأنه سليم العقيدة نعم هل ستقول عن من يقول نفس السب والشتم لأحد أبو بكر أو عمر بأنه سليم العقيدة أنت منافق يا أبا عائشة أنت منافق يا أبا عائشة حجينا الغالي عندي بيت شعر والأبيات الشعر والأمثلة تضرب ولا تقاس نعم. اسمع حاج وتخيل أن قافلة فيها 30 جمل 30 ثانية عندك إيه تفضل 30 ثانية فيها جمل في منتصف القافلة الحادي يحدو ومخرز الهودج في الجمل قالوا وظل ولم تشعر به الإبل يمشي وحاديه يحدو وهو يحتمل ومخرز الموت في جنبيه ينشتل حتى أناخ بباب الدار إذ وصلوا لما رأوا فيض الدما جفلوا صبرك يا جمل قطرة من بحر صبر علي يا جمل وصبر كل آل البيت يا جمل شكرا لكم أخواني ابقوا معي سوف نبقى نبوث على مواقع التواصل الاجتماعي كافة ولكن هذه الحلقة نصرة لأمير المؤمنين عليه السلام اسمحوا لي من قناة الحجة الفضائية نقول لكم ألقاكم في الحلقة القادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب الأخ تفضل يا أختنا الأخ أبو كريم وذو الفقار إذا ممكن